المؤمن المؤمن والله يجعلني وإياك من هذا المؤمن هذا، قول آمين، قول إن شاء الله تكون ساعة استجابة وتفوز مع الفائزين يا محينك. المؤمن هذاك يحطوا في الحفرة نتاعو وراح وروحوا داروا عليه هذيك الضالات وردموا التراب واستغفروا له ربي وراح وروحوا، وهو يسمع خف النعال الصبابط والناس مروحة وخلاه وحداني في هذيك الدار، وهذيك الدار هي جديدة وكل شيء تبدل عليه. أكشت في الدعاء، في دعاء الجنازة يقول للطالب لما يصلي ولا الإمام ولا الفقيه ولا يقول اللهم، هو يوصل يقول أبدله دارا خيرا من داره، هذه كي يخليها في تلاغمة، أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، يقول اللهم أكرم نزوله، نزل موت يعني، يقول لك نزل الواحات، اسمه دخلوا تال جديد السيد هذا، دخل دار جديدة، كي دخل دار جديدة قال اللهم أكرم نزوله ووسع مدخله، هو القبر قد هكذا بصح المؤمن يتفتح القبر تاعو ويتوسع القبر تاعو اللي يحوس عليها انا. لما يحطوه ويجوه للسؤال وربك ودينك ورسولك الى اخره، يطلع ليه في القبر يطلع ليه واحد الشخص من ساسه من راسه رجليه وكل نور 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 نور، وهو هذاك عباك واحد كيشوف النور يستبشر الخير ولا لا لا، يستبشر كيشوف حاجه نور، واحد غير يسمع كلمه يكون ماشي يقول له وراه ربح، يقول له فال سمعنا ان شاء الله نربح، صح فال حسن. المؤمن هو في هذيك الحال ويطلع ليه واحد، يطلع ليه واحد من راسه ورجليه كله نور، وهو هكذاك عباك الانسان كيكون في قبره وراه في ضيق وراه في شده ويستنى الفرج من الله، هذاك اللي يوقف في قبره يقول المؤمن هذاك يقول له ابشر، هكذا الكلمه واش دير ابشر. المؤمن يقول له من انت بشرك الله بالخير، شكون انت من انت بشرك الله بالخير؟ الجواب هذا اللي وصيتك عليه قبل ما تروح، احرص عليه قبل ما تموت، عملك الصالح. تعرف واش يقول هذا اللي جا قبر المؤمن؟ يقول له ابشر، يقول المؤمن من انت بشرك الله بخير؟ شيخ قل انا عملك الصالح. اللي يحب يكيل، احنا كنا صغار عند مواتنا وبواتنا الله يرحمهم يقولوا في الشهر الوالد يروح يكيل الدقيق هكذا، يديروا عوله يجيبوا للدار، اللي يحب يكيل من الان يكيل العمل الصالح نتاعو يديه معه. وهذا الذي ينفعك بين يدي الله، احرص احرص، جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعين بالله، واستعين بالله ولا تعجز. حاجة ما تنفعكش وش ندير بها؟ بالك نزيد نربح فيها غير الإثم ونربح فيها غير السيئات ونربح فيها الحرام والذنب، شيء لا ينفعني وش ندير به؟ مجلس ما فيه حتى فايدة، علاش نقعد؟ مكان فيه سخط الله وش داني له؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. العمر يعطالك ربي والوقت اللي راك تمشي فيه، هذو زوج امانات راهم في رقبتك، وما داموا امانات يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. الوقت هذا من الفجر للعشاء ومن العشاء للفجر الغدوه ان شاء الله، هذا راه وقت مليح، والوقت هذا امانه، وكي نروحوا عنده يسالنا واش درنا في هذا الوقت هذا. فالاوقات امانه. عمر بن عبد العزيز الخليفه هذا الراشد الطيب المبارك كان يقول يا ابن ادم ان الليل والنهار يعملان فيك، الليل والنهار هم يخدموا فيك وانت واش دير؟ ان الليل والنهار يعملان فيك فاعمل انت فيهما
أسمع أنت هذا الأثر هذا. أنت ربي بارك عليك البارح أنت وليت لغمة زدت هنا ونشفوا لك حنا البارح. البارح كان في عمر 5 سنين وقعد الليل والنهار يخدموا فيك. ربي بارك فيك اليوم راه عندك 65 سنة. شفت إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. جماعة يقولوا أرواح الروحون قصروا قصر هذا كل وقت يتقصر فيه هو لك وهو عليك. إذا وظفته أنت في طاعة الله هو لك، وإذا وظفته في معصية الله هو عليك. اغتنموا الأوقات. فاش نغتنموها يا شيخ؟ نغتنمها في طاعة الله. والصحة اللي يعطاك ربي باش تعرف باللي راك في نعمة كبيرة. عندكم هنا مستشفيات في تلاغمة، هنا في المدينة عندنا مستشفى. إذا حبيتوا تشوفوا التاج اللي راه فوق رصالكم، أو كل واحد راه فوق راسه تاج، أقسم لكم بالله غير كل واحد هنا راه لابس تاج فوق راسه. تعرف شكون يشوفوه اللي راه في السبيطار تاع تلاغمة وما يشوفوا التيجان اللي راه فوق رصالكم؟ الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. سؤال، قد تساوي الصحة هذه؟ شحال تساوي؟ تساوي 10 ملايين؟ يا أحوال 10 ملايين تساوي 100 مليون؟ اللي راه دوك طاريح الفراش الله يشافيهم جميعا ويردهم لوليداتهم وأهاليهم سالمين غانمين. كي ندخلوا عليهم كي ندخلوا السلام عليكم ورحمة الله ربي يشفيكم. الكلمة اللي حصل دعينا برك ربي يشفينا. ما يذكر لا مال، ما يذكر لا تجارة، ما يذكر لا فيلا، ما يذكر لا منصب، ما يذكر والو. دعونا برك. قولوا للإمام كي تروحوا تصليوا قولوا للإمام يهزلنا معروف دعونا. واش يدعيوا لهم؟ يحوسوا على الشفاء، حوسوا على الصحة. انت اليوم الحمد لله راك قاعد وصحيح وراك معافى، وفي اللي كيجي درقد ما تشرب حتى دواء، والصباح كي تنوض ما تشرب حتى دواء. تقول له واش راه؟ يقول لك والله غير ميتة ما كاين والو جديد. انت كل يوم النعم تترى، نعم الله تترى عليه، كل يوم تتجدد فيك النعمة. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. النعم واش لاباس؟ والله ما كاين والو جديد والقديم نسيرجو فيه والجديد ما كانش. أنت كل صباح ربي يطلع عليك النهار تتجدد فيك نعمة الله عز وجل. أكنفت نفط، شربت القهوة، شربت الحليب، كليت شربت وما كليت حبة حتى حبة عدوى. واللي راه في المستشفى راهم دايرينو منا ودخلين الأنبوب ويتغدى بالأنبوب ما يقدرش يبلع. حوس على النعمة. ما أصبح بي من نعمة، قد هي ذي النعمة قد أرواح الروح نقصروا وما تشبعش من قصرة هذه. وأمرك هذا لا تنظر فيه، والعاقبة متاعك وكي تروح عنده عز وجل تقول له كنا نقصروا. انتبهوا قبل فوات الأوان. والشي اللي رانا نديروه هنا هو يلموا الناكل يلموا ويقابلنا به يوم القيامة.